يوم 16 ماي 2003 وقعت وقعت احداث ارهابيه اليمه في مدينه الدار البيضاء واستهدفت خمس مواقع كان يعني اللي عرفت يعني ضربه عميقه هي مطعم دار اسبانيا والخطوره ديال هذا الموقع هو استهداف عدد كبير من الضحايا يعني المكان اللي أعرف ضربة قوية وفيها فقدت أنا يعني في دار إسبانيا فقدت الزوج ديالي في نفس اليوم والابن ديالي اللي كان يرافقه تقاس بواحد الشكل كبير جدا وظل في غيبوبة لمدة أسبوع ثم التحق بأبيه وفرقنا يوم 23 ماي هاد الاحداث كانت اول مره يعرف المغرب يعني ضربه ارهابيه من هذا الحجم والكل كان في غفله عن هذا الامر وانا بصفه شخصيه كنت كان أعتقد على ان ما غيكونش حدث ارهابي في المغرب وان كانت كانت معطيات سابقه ل 16 ماي كانت تعطي إشارات على أن المغرب مستهدف ولكن أحدا ليس هناك أحد الذي كان يستشعر على أن الوقت قد آن والمغرب استهدف بشكل كبير وفي مدينة الدار البيضاء يوم الحادث لم أكن متواجدة بمدينة الدار البيضاء لم أسمع بالخبر إلا يوم 17 ماي في الصباح الباكر و قمت بجميع الاتصالات الممكنه لكي اعرف يعني التفاصيل خصوصا واننا كنا نذهب الى يعني كاسره كنا نذهب باستمرار الى مطعم دار اسبانيا لانه عباره عن نادي وبحكم انني غير متواجده في الدار البيضاء يعني كان من ال... يعني من الوارد ان يكون زوجي وابني قد ذهب الى ال... النادي اللي كيتواجد فيه مطعم وبالفعل بعد اجراء اتصالات مع افراد العائله في... هنا في مدينه الدار البيضاء تم التاكيد على انه بالفعل كان متواجد وقد فارق الحياه في الضربه الاولى لان في مطعم دار إسبانيا كانت هناك ثلاث انفجارات إذن زوجي فارق الحياة في الضربة في الانفجار الأول وابني يعني تأثر بجراح عميقة على مستوى رأسه في الانفجار الثاني هذه هي المعلومات اللي كانت عندي في الأول ما يليه من يعني من إجراءات كانت رهيبة بشكل كبير بالنسبة لي لأنني كنت غير متواجدة كما قلت في أرض الوطن فكانت الإجراءات من أجل المجيء من اجل العودة انا وابنتي إذا دخلت في دوامة من, ال... من الإجراءات من أجل دفن زوجي ثم التفرغ لمواكبة ومرافقة ابني كنت اتمنى ان يظل على قيد الحياه ولكن مع الاسف الضربه الارهابيه كانت اعمق من متمنياتي وبعد اسبوع فرق الحياه وترك لنا هما الاثنين فراغا كبيرا وحياتي تغيرت راسا على عقب ولا اتكلم على نفسي فقط فهناك مجموعه من الاسر فقدت ازواجها واخوتها و اصدقائها واحبابها وعشنا يعني نحن كاسر الضحايا عشنا ظروف قاسيه جدا من الحزن أه لم يكن احد يتوقع ان هذا الامر سيقع وعندما وقع ادينا نحن الثمن لم اكن متواجده قمت باتصالات من اجل يعني معرفه اولا ما وقع و يعني الأفراد من الأسرة وبعض الأصدقاء أكدوا لي على أن زوجي فقد الحياة في الانفجار الأول في مطعم دار إسبانيا، وأن ابني كان مفقودا، لم يكن قد عرف مصيره في البداية، إلا أن زميلة وصديقة له قامت يعني بمجهود جبار وكبير الى ان وصلت اليه في مستشفى ابن رشد وتعرفت عليه وكان ما على قيد الحياه وهي التي اخبرتنا يعني الاسره ديالها اللي اخبرتنا على انه ما زال على قيد الحياه ولكن كان في حاله خطيره جدا وهو في اليوم الذي عدت فيه انا من الى الدار البيضاء و بدأ يعني مسلسل دفن الزوج والصهر على أو العمل يعني القيام بكل المجهودات من أجل إسعاف ابني لأن كان الأمل على أنه ربما سيظل على قيد الحياة ولكنه فرقنا يوم أسبوعا يعني بعد 16 ماي يعني يوم 23 ماي 2003 أيام لا توصف يعني ما يمكنش نعطيك يعني يمكن شخص اخر هو اللي غادي يوصف لك الحاله اللي كنت فيها انا يعني كنت حاله غير عاديه لان تخيلوا معايا على انني عدت الى الدار البيضاء يوم 17 ماي يوم 18 ماي يعني في يوم 17 ماي كان زوجي بطبيعه الحال قد فارق الحياه وفي ذلك اليوم بمجرد وصولي كنت اضطررت الى الذهاب الى المستشفى حيث كان ابني تجرى له عمليات جراحيه من اجل انقاذه اذا كنت موزعه بين نارين نار انني في اليوم الموالي سيتم دفن زوجي والامل انه ربما سيتم انقاذ حياه ابني يعني كل صفات الالم ممزوجة بالامل يعني الم فراق زوجي لانه فارق الحياة وامل ان يظل على الاقل ابني معي وكنت مستعدة ان اتقبله كيفما خرج من من هذه الضربة الارهابية يعني حتى اذا لم يعالج 100% كنت مستعدة ان احتضنه بكل ما يحمله من من جراح او غير ذلك، ولكنه بعد اسبوع فقد الحياه. احنا الان في الذكرى الثامنه عشرة ديال أحداث 16 ماي، يعني 16 ماي 2021 قد مرت 18 سنة. أم في السنين الأولى كان الألم وكان الجرح ما زال عميق وعميق جدا ولكن مع مرور الوقت والسنوات ثم بمساعدة علاجات نفسية ومواكبة نفسية و يعني لم أظل بمفردي يعني كنت دائما مرافقة من طرف الأسرة الأصدقاء العمل في الجمعية لم يظل الجرح بنفس العمق هو باق ولكن اتعايش معه بطريقة اخرى يعني لن انسى ابدا ما وقع لا يمكنني ان انسى ابدا زوجي وابني ولكن تعلمت كيف اعيش مع هذا الفقدان وفي نفس الوقت ما نقوم به في العمل الجمعوي يعني في الجمعيه المغربيه لضحايا الارهاب هو فيه واحد النوع ديال واحد المتنفس يعني هناك آه الاتجاه ايجابي في ظل هذا في ظل ما هو الم وفي ظل ما هو حزن هو اننا نحول هذا الالم الى شيء الى امل عندما نتوجه الى الشباب والى الاطفال والتوعيه ديالهم بخطورة التطرف والإرهاب والانزلاق نحو البؤر ديال الإرهاب فهناك أمل بدأ يعني ينمو لا أقول يغطي ما حدث ولكن أتعايش معه بشكل إيجابي لأنه إذا تم إذا يعني استسلمت إلى ما وقع بالنسبة لي شخصيا فإنني أعتبره انتصار آخر للارهابي علي انا اتكلم بطريقه شخصيه يعني لا اترك له هذه الفرصه بل ينبغي ان اكون ان اكون اقوى من الحزن الذي خلفه لي يعني هو في يعني بطريقه اخرى هي انتصار للحياه من بعد احداث 16 ماي 2003 مباشره يعني بعد مرور بعد الوقت أسسنا الجمعية الأولى اللي كانت جمعية ضحايا ستاشمي واللي كانت تقدم فقط الأسر ديال الضحايا وكانت الأهداف ديالها محدودة في يعني أول شيء كان هو الإصرار على أن يكون هناك نصب تذكاري يحمل أسماء الضحايا وعلى أنه يصبح من الحق ديالنا لأنه في كل سنه نحيي الذكرى امام هذا النصب طبيعة الحال هذا الشيء كيتلخص في العمل على الذاكره يعني لا ينبغي ان ننسى ما وقع وعدم نسيان ما يقع ما وقع هو في حد ذاته تحسيس بخطوره ما وقع وينبغي الا يتكرر ثم في هذه الجمعيه هذه كنا نعمل على قضاء بعض الحوائج وبعض يعني المتطلبات الفورية ديال أسر الضحايا لأن هاد واش كنا كنعرفو حنا في المغرب هذا هاد المصطلح ديال ضحايا الإرهاب يعني أول مرة من بعد 16 ماي خرجت هاد الفئة الجديدة في المجتمع هي ضحايا الإرهاب إذا هاد الضحايا كان عندهم متطلبات كان عندهم عدة أشياء إذا هاد الجمعية الأولى كانت ركزت على هاد الأهداف هادي اللي تكلمت عليها من بعد الحادث ديال اركانا في 28 ابريل 2011 توسعت دائره الضحايا يعني التحقوا بنا ضحايا جدود سواء مغاربه او اجانب وعرفنا على ان او تم يعني الوعي على ان المغرب مازال مستهدف يعني من من طرف العمليات الارهابيه اذا التحقوا بنا ضحايا اخرون وتبين على ان جمعيه ضحايا 16 بالنسبه لي لم تعد ذلك المجال الكافي للعمل وللتحرك فاسسنا الجمعيه المغربيه لضحايا الارهاب اللي كتضم بالاضافه الى ضحايا الارهاب ديال 16 ماي بعض المتعاطفين بعض الأشخاص الذين يحملون هذا الهم يعني التوعية والتحسيس بخطورة التطرف والإرهاب إذا الجمعية الثانية انفتحت على المتعاطفين وعلى الحقوقيين وعلى كل من يحمل نفس الأفكار التي نعمل على تحقيقها في الأهداف ديال الجمعية في ذلك النهار أنا توصلت ب... بواحد عن طريق الهاتف الاخ ديالي دي توفيق الله يرحمه توفيق زيزو من تطوان قال لي واش وقع في الدار البيضاء قلت له انا توقع قال لي هاش كاين وهاش كاين وهاش كاين ففعلاً يعني ما كانش بديت نحاول كان نتصل نجيب الخبر هذا لان أو أو أول شيء بديت كنتصل بال بالأصدقاء اللي كان عارفهم كيف يمشون ندر إسبانيا لأن كان عارفهم ك كي كيكونوا تمك فبديت كنت أكيد كل اللي مشاش كل اللي مش مشاش مهم حتى طلع بدك يطلع النهار مشيت في يقص بنتي قلت لها هاش واقع هاش واقع زي قد ديك ساعة يعني نقزت ذلك لأنها هي كانت فعلا مع مع الطيب الله يرحمه واقترح عليها باش د... باش يمشيو يتعشاو مع الوالد ديالو ولكن هي, هي... عيطت في التليفون ما 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 اتصلت بيا قلت له انا مادام ما خديت الاذن من الاب ديالي انا ما غنمشيش فديك الساعه لبست عليها يعني واحد السرب الماء و... و... ومشات وبقات ك... كت كنت وكنت وكتبحات واحد الساعه اتصلت بيا لان انا طبيب وغدا وخدمت واحد الساعه في بنوروش فدخلت مع الممرضين اللي كنعرف فهذيك مكنونه باش نستنى الطيب ن... لان هو ما كانوش عارفين شنو الهويه ديالو لا انا ك... انا كنسكن في بلفيدير ما ما, ما, ما ما سمعناش ولكن ولكن آآ آآ يعني مع أو ولا الخمسة الصباح هيداك خرجت نمشي لكاسا إسبانيا لأن أنا عارف عندي أصدقاء وداير واحد العدد الأصدقاء جرحوا ضربوا واللي واللي ماتوا ولا اللي عاشوا هذا وتأكدت تأكدت على عدد من منهم اللي 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 اللي, نجاو وجبت بعض بعض الاخبار ولكن ولكن للاسف آه للاسف كان 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 انا انا كان هذه المساله هذه هو انه آه الجرحى اللي كانوا في في الدار ديال اسبانيا تخادوا للمستشفيات بدون ان يتعرف سميتو ال... 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 الهويه ديالهم وهذه وكان يمكن يكون كان انقاذ ديالهم آ... الطريقه ولكن بون لكن حنايا دابا ما غادي نرجعش لهذه النقطه اللي 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 مهم وأنه انه آ... فعلا يعني ال... ال... بعد وفاه ال... السيد خالد الله يرحمه بقات الام الزوجه ديالو ام طيب مشغوله بال بالابن ديالو وبالحاله ديالو الصحيه وكانت واحد ال... كانت واحد ال... انا كنقول بانه فعلا كان واحد التاجر واحد يعني التلاميذ اللي كانوا مع في ال... كانوا يعني مستمرين مع لان ما خصناش ننساو كذلك بان الاسره كانت عندها ابنه اخرى واللي كانت مع مع الام ديالها في فرنسا وكانوا هذوك التلاميذ وواحد المجموعات ديال هذيك قاموا في نظري بواحد الدور المؤازره لابن المرحومين و, و... و... ولكن اللي تراه هو انه فعلا وقع التفكير في انشاء جمعيه وكانت جمعيه ضحايا 16 16 ماي ضحايا الدار البيضاء وهذيك الجمعيه الاولى فعلا كانت كانت كتحاول تشوف التمدرس وضعيات الاسر هذا الجانب هذا هو جانب اساسي ولكن من بعد إحداث بان من الجمعيه بانه كخص تكون واحد الجمعيه وطنيه وتكون كتهتم بالضحايا الارهاب فالاهتمام بالضحايا الارهاب عنده عنده شقين الشق الاول هو انه الضحيه ما خصوش يبقى كيحس براسو بانه ضحيه يخرج من وضعيه الضحيه الضحيه لانه دابقى وضعيه الضحيه غادي غادي يبقى مشلول وغادي يبقى دائما ما يعني ما هو ما عمره غادي يقدر يرجع لنا الحياه ديالو بحال اللي كانت ولكن ما غادي ما غادي يحاولش يعيش حياته من جديد ويعمل واحد المشروع ديال الحياه ولهذا يعني الخروج من 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 الضحيه هو دور اساسي عند الجمعيه ولكن ارتئينا كذلك بان خصنا كيفاش نقوموا بواحد العمل تحسيسي طويل المدى من اجل هاد المسائل ما تتعوج من اجل ان الاخطبوط الارهابي واللي عنده وسائل خطيره من التواصل الاجتماعي وكيفاش بانهم كي يمكن كي ياثروا كيفاش يمكن يستقطبوا وباش هاد ال هاد ال هاد ال هاد, ال هاد, ال هاد ال الكوارث هذه ما تعاودش تكون وفي هذا ال... في هذا الاطار يعني الجمعيه كتقوم ب ب, ب... ب... هادك... تحسي... ب... ب... التحسيسيه في المدارس الابتدائيه والاعداديه وحتى في الجامعه وفي هذه السنوات الاخيره ارتأينا بان الابداع غادي يمكن يكون عنده واحد الدور في التحسيس فقمنا في السنه الاولى هذه واحد سنوات عن طريق الموسيقى والقرآن وغير ذلك، واشراك الديانات الثلاثه من اجل الذكرى، الموسيقى وكانت هي هي الاساس، العام اللي من بعد اتصلنا بمدرسه الفنون الجميله بتطوان والدار البيضاء وقمنا يعني باشراك عن طريق الفنون التشكيليه احياء هذا وفي كل سنه والسنه من بعد يعني 2019 عملنا الايام الاولى للسينما وال والارهاب اللي كانت واحد قدمنا فيها واحد ثلاثه الافلام وندوه في في الموضوع. طبعا العام 2020 بوضعيه الكورونا وهذيك استطعنا نعملوا من الذكرى عن بعد ما استطاعش يكون الحضور وهاد السنه نهار الحد 16 غادي نحضروا ونكون حضور عندنا يعني فعلي علاش حنا كناكدوا على هذا على هاد الذكرى لأن واحد العاده كيقول لنا ايوا علاش كتبقاو تعملوا الذكرى وهذا الشيء كيعاود كيخلق في النفسيه ديال الضحايا واحد الالام وغير ذلك كنقولوا حنا لا الذكرى هي كتمكن باش التضامن مع هذه الضحايا والتحسيس باش ما مي, باش ما مي يعاودش ما 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 يمشوش ال اليافعين لهذا لهذا الفكر الداعشي والظلمي